للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي. أستاذ حسن، بداية مرحبا بك، كيف تنظر إلى طلب إيران من محكمة العدل الدولية أن تدعو أمريكا لرفع العقوبات عنها؟ طبعا يعني هذا هي مناورة سياسية ومنهج الإلهاء الشارع الإيراني، وطبعا التأثير ربما على الرأي العام الدولي بأنه إيران لها الحق أو تستطيع أخذ هذا الحق من الولايات المتحدة الأمريكية عبر المؤسسات الدولية بما فيها محكمة لاهاي. ولكن أنا أعتقد أنه استندت إيران على اتفاقية الصداقة التي تمت بين إيران وبين النظام البهلوي السابق عام 1955، والتي انتهكت إيران هذه الاتفاقية التي تتعلق بالصداقة يعني بالعلاقة التجارية والعنصرية، عندما إيران يعني احتلت السفارة الإيرانية الأمريكية في واشنطن واحتجزت الرهائن، وهذا بمعنى أنه إيران انتهكت هذه الاتفاقية وانتهت عندما سقط النظام السابق. لذلك أنا أعتقد هذه هي يعني لا تستطيع إيران من خلالها إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على أي شيء، لأنه حتى إذا أصدرت المحكمة وهي ستطيل سنوات حتى تصدر القرار النهائي، حتى إذا أصدرت القرار لصالح إيران هذا القرار سوف يكون غير ملزم للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعني وكذلك إيران حد الآن قدمت 4 شكاوي لمحكمة لاهاي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تهتم إليها الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم تنفيذها. إذن ماذا تهدف إيران من ورائها إذا لم تكن يعني في ظل عدم استطاعة المحكمة تطبيقها؟ طبعا إيران مثل ما قلنا أنه تريد إلها الشارع الداخلي الإيراني على أساس أنه هي تستطيع حل هذه المشاكل وإيقاف العقوبات، ولديها قدرات في المجتمع الدولي وغير ذلك. أنا أعتقد طبعا هي مناورة سياسية ودبلوماسية إيرانية، وهو طبعا استفادة إعلامية لإيران عن أنها اشتكت وقدمت شكاوى وغير ذلك، وإلا أنه هي عديمة الفائدة، وهذه مثل ما قلنا هذه تطول يعني سنوات، وربما أنه النظام الإيراني عندما تصدر المحكمة قرارها الغير ملزم يعني النظام الإيراني يعني سوف يسقط من خلال الاحتجاجات الشعبية التي يعني ستنطلق أو في أي وقت، لأنه الشارع الإيراني لا يستطيع تحمل كل ما يعني يفرض عليه من قبل النظام الإيراني من سياسات التي أضرت بالجميع على كل الأفراد. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعني أيضا أكد أن بلاده ستعمل على منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي طريقة، ولكن ما الطرق التي يمكن أن تتبعها أمريكا في سبيل ذلك يعني من غير طريق العقوبات؟ طبعا لدى الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها دولة عظمى لديها الكثير من الأدوات، لديها الكثير من السبل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط تعرف يعني متى إيران تقترب إلى صنع القنبلة الذرية، لأن لديها أدوات إلكترونية ولديها معلومات وأقمار صناعية، وتستطيع مراقبة إيران بشكل كبير أنه متى تقترب إيران من تلك القنبلة. وأنا أعتقد أنه إيران الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدوات سياسية، لديها أدوات يعني أخرى مثل أن دعم المعارضة الإيرانية، دعم الشعوب غير فاسدة في إيران. يعني بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط يعني إيقاف إيران، الضغط عليه من خلال يعني الدول الجوار وغير ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع تغيير النظام إن أرادت، وليس منع من يعني صناعة القنبلة الذرية. ونعتقد أنه إيران الآن في ظل العقوبات والتخلف النظام الإيراني في المجالات التقنية والإلكترونية وغير ذلك لا يستطيع يعني صنع القنبلة الذرية في الوقت الراهن، لكن يعني ما نراه من يعني العقوبات وغير ذلك وكل الإجراءات هو حتى إيران لا تمتلك هذه القنبلة في المستقبل. عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني حسن راضي، شكرا جزيلا لك.